نعم، إلى الآن لم تعقد الجلسة المحددة لانتخاب أسماء أو التصويت على الأسماء التي ستطرح من قبل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياع السوداني أمام مجلس النواب العراقي. سيتم التصويت أولا على المنهاج الوزاري. الجلسة ستعقد حسب البيان الذي صدر من مجلس النواب بعد ساعة ونصف من الآن. الآن تم تسريب الكابينة الوزارية أو أسماء الكابينة الوزارية من التي ستقدم إلى البرلمان العراقي، وهي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني عبد الزهرة، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وزير المالية طيف سامي، وزير الدفاع ثابت العباسي، وزير الداخلية الفريق أو ركن عبد الأمير الشمري، وزير الصحة الدكتور صالح مهدي، وزير الهجرة والمهجرين إفيان فائق، وزير النقل رزاق محابس، وزير الموارد المائية عون ذياب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد جاسم، وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين، وزير التربية إبراهيم نامس، وزير التجارة أثير داوود سلمان، وزير العدل خالد سلام سعيد، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وزير الاتصالات هيام عبود، وزير الزراعة عباس جبر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم عبد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال نجم، وزير الثقافة والسياحة والأثار أحمد فكاك. هذه الأسماء التي تم تسريبها قبل قليل من الآن من قبل عدد من النواب، لأن الأسماء تعرض على النواب وكذلك المنهاج الوزاري، ربما يكون هناك تغيير طفيف جدا بهذه الأسماء، لكن الأسماء أغلبيتها صحيحة بحسب المصادر. ربما لن يتم تمرير بعض هذه الأسماء لأنه القرار الأخير سيكون لأعضاء مجلس النواب للتصويت على مرشحي هذه الوزارات. في المنهاج الوزاري الذي قدم من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني هناك نقطة مهمة، وهي أن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد أن يعمل مجلس النواب على مدة أقصاها 3 أشهر على تعديل قانون انتخاب مجالس النواب، وتكون الانتخابات بعد عام من هذا التعديل، أي سنكون أمام انتخابات مبكرة ثانية. وهذا المطلب كان من أحد المطالب من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي سحب نواب كتلته من مجلس النواب، ومن ثم تم استبدالهم بنواب من الإطار التنسيقي، وبذلك أصبح لدى الإطار هذه الأغلبية في تمرير هذه الحكومة. نعم.